ان شاء الله هنعمل مع بعض رز اقتصادي جدا، حباية وحباية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز الاقتصادي الحباية وحباية بدون شعرية. المقادير اللي معايا كوبايتين رز مصري مغسول كويس، كوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين مية، عيار المية قد عيار الرز، ومعايا معلقتين صغيرين ملح ومعلقتين سمنة. عايزين تستخدموا زيت براحتكم. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. حطيت الحلة بتاعتي على النار وحطيت فيها معلقتين كبار سمنة. عايزين تستبدلوا السمنة بالزيت براحتكم. السمنة تسيح، هنزل عليها بنص كمية الرز اللي انا غسلاه، يعني هنزل عليها بكوباية رز. خلاص السمنة ساحب، هنزل عليها بكوباية الرز مغسولة. هقلب الرز بتاعي كويس على نار وسط، ولا نار هادية ولا نار عالية، نار وسط، لحد ما الرز بتاعي ياخد اللون الذهبي. هو هياخد وقت شوية. هو بقلب في الرز بتاعي ابتدى ياخد اللون الذهبي، بس لسه شوية، لازم كله يبقى لون واحد. هتقل عليه شوية. خلاص الرز بتاعي لونه حلو قوي كده اهو، بصوا. هنزل عليه بعيار المية، كوبايتين مية. دي مية من الحنفية، عايزين تحطوا مية سخنة براحتكم، بس هو كده هيطلع مفلفل وهوريه لكم طبعا بعد ما يستوى. دلوقتي هضيف الملح، هضيف الملح معلقتين صغيرين ملح. هقلب كويس وهغطي على المية بتاعتي لحد ما تغلي كويس عشان اضيف كوباية الرز التانية. خلاص المية غلت، هضيف كوباية الرز اللي انا غسلاها اهو، كوباية رز مغسولة. هقلب الرز بتاعي واغطيه واسيبه يتشرب. اول ما يتشرب هوريه لكم. الرز بتاعي اتشرب. هعرف الرز اتشرب ازاي؟ زي ما وريتكم قبل كده، بجيب المعلقه واحطها في الرز، لو المعلقه وقفت وما وقعتش يبقى الرز بتاعي اتشرب، يبقى اوطي عليه النار زي الشمعه او احط تحتيه الشياطه. انا هوطي عليه النار خالص. وطيت النار خالص، هغطي الرز واسيبه ربع ساعه هيكون استوى. بعد ربع ساعة هوريكم الرز بتاعي شكله عامل ازاي. خلاص الرز بتاعي استوى، بس حبيت اوريهولكم هو في الحلة قبل ما اغرفه. بصوا مفلفل ازاي ومش معجن. هغرفه في الطبق وهوريهولكم. اهو يا حبايب قلبي الرز بتاعي الحباية والحباية، شايفين شكله جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الرز حباية وحباية الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.